عامل نصبه غادي انا وكل فاضل حاضر على برشا صحفيين وشاهد كيفاش قراوا غادي. بارك الله اللي حضرت عليهم قراوا الكل توا ولا وجوه مهمه وناس عندهم مكانه كبيره في دار الصحفي. انا باب مثلا انا شاهد اللي هي تعدات من قدام البسي ولا تسمي روحها جورناليست يعني بي. المهم انا كحامد الكزدغلي متغشش برشا على اعصابي متوتر كيفاش الساحه الاعلاميه فيها برشا دخلاء جيش هكرا قالك ممثل قبل باش ينشط بلاش فلوس جيس خاطر الجمهور اللي يحضر له في برنامجه اكثر من اللي يحضر له في مسرحيته وعارفوا شكون كاتب بالله يفسروا لي شمعناها جوهرات تنشط تكلمني يا تافه شمعناها يا رب تقول شمعناها قالك عمر الجمل وخالد القربي قالوا لهم باش تعملوا البوز والضيف يتسرع في الحوار يلزمكم تبروفوكوه فهمتني ولا تفزوه يا اخي شدوا الضيف ضربوه في الكوليس فناني نشط قالوا له يلزمك تعلي في الريتم بتاع البرنامج بتاعك عالي الريتم يا اخي طلع ينشط فوق الطاوله بالرسمي بالرسمي برشا دخلها في الميدان وزاد البرامج الكل ولات كيف هذا يا ولدي كيف كلها على بعضه على هذاك انا كحامد الكزدغلي نحب نعطي راي بكل صراحه مش نبدا بالوطنيه انا ايوه نشرة الاخبار تلمو معناها كلاسيك ويحكيوا بالعربيه خايف نهار يقولوا لنا اخناتون يخطط للترشح للانتخابات القادمه في تونس تلمو قدم عادي نهار يعدي فيتيار نواري بلون انا فديت خاطر القنوات الكل اتقلت في بعضها القنوات الكل عندهم نفس البرامج الوطنيه الوحيده اللي حبت تكسر اللعب وتبدل البرمجة اخي ما عملت حتى برنامج الوطنيه تلمو تعاود في شوف لي حل اللي استنزنا بيه انا تلمو استنست بشوف لي حل كل راس شر وليت يا بلال وليت خم في سليمان الابيض مسكين نمشي جيب حق الكره كرادارو استوديو الكابيني استوديو اسبوعي بالرسمي ومين يجيب الحق بس يصور هيك يجيك اليوم في الحلقة عمرك ما جيت حتى ضيف شرف لا وقتها ما وقتها بعيد بسقس انا ما بشوف الحل شنو بعيد وجالس اجيك ما مش مطول الكرم شنو انت بعيد في صفاقس وبالحق شوف لي حل حتى ربع سيف مثلت فيه ظهر لي اكيد هذا ما مثلش شنو شوف لي حل انت ربع سيف مثلت والحمد لله واكتشفني سي سلاح وكان راسه مرفوع بيا من اللي قدمت في دار الوزير قال لي سامحني سفيان كيفاش ما عرفتكش حماة الحما يا حماة الحما هذه يعملوك يجون سكروا برا عاد نكملوا خليتنا ما قصيت عليا انا كحامل الكزغلي نقترح نعملوا برامج يحكي على السلام المروريه زمنا برامج جديده كنا ونفيد باش معناها نقص معناها الناس تنقص في السرعه والجري في الكياس وكاك نقصوا من الاكسيدونات نعملوا برنامج مثلا نحكيو فيه على المعالجه بالاعشاب مثلا شويه عرعر شويه كلاتوس شويه منا شويه من غادي كل حلقه نجيبوا زوز ولا ثلاثه مرضى ونجرب عليهم الحشائش اللي يقوموا لاباس كان مات واحد فيهم قالوا دي وسط طلعوا متسماوا معناها ما شاء الله عمل البوز ولا نعملوا برنامج بني ايوه البني نجيبوا 40 بني كل واحد نعطيوه نفس السلعه ونشوفوا شكون ينجم يكمل يبني الدار في اقل وقت واللي يربح نعطوه جائزه ضخمه اللي هي باله ذهبيه مثلا ولا مطرقه ولا ملحقه والديار اللي يبنيوها البنايه هذوما نتبرعوا بها وبعد البرنامج هذا بالضبط بالدقيقتين نعملوا برنامج اخر اسمه تحت الارض البرنامج هذا باش نحكيوا فيه على ضحايا الديار اللي بناوها البنايه هذوما وتبرعوا بهم خاطر الديار هذه الكل باش يتيحوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعطيك الصحه نمشيوا توا ان شاء الله ربي يتحسن الاعلام